وفي هذا السياق وضعت الجزائر استراتيجية ورؤية تهدف إلى الحفاظ على قدراتها والتزاماتها على مدى الطويل، مع مباشرة عملية انتقال التدريجي مسؤول وعملي في قطاع الطاقة، يهدف ذلك إلى تلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام اقتصادي وآمن مع الحد من الآثار البيئية. في وقتنا الحالي تمثل المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية تحديات كبيرة ترسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة العالمية، بحيث أن قطاع النفط والغاز يمر بمرحلة حاسمة تحددها المتطلبات البيئية والحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة. لذا ولمواجهة هذه التحديات يتوجب علينا توفير حلول مناسبة وواضحة لكي نضمن أمننا الطاقوي مع تقليل الأثر البيئي لأنشطتنا. الجزائر ملتزمة التزاما قويا بتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة على الساحة الدولية، ويبقى الغاز الطبيعي باعتباره طاقة محورية للتحول الطاقوي العالمي عنصرا أساسيا في هذه الاستراتيجية، بحيث تهدف بلادنا إلى ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وبالتالي تعزيز دورها كشريك دولي موثوق به في مجال الطاقة.